شكرا اخوان الصحافه والمواقع الالكترونيه كامله. بالنسبه للمهرجان دولنا، انا في حله تجديد الدوره الرابعه. كما شفتوا البرنامج اللي عندنا هو برنامج شمولي، تقريبا قاصد جميع الفئات المجتمعيه، من انشطه رياضيه، ثقافيه، اقتصادية وأنشطة اجتماعية، من القوافل الطبية اللي كانت هي الحدث البارز والجديد في المهرجان الدورة الرابعة. القافلة الطبية اللي كانت جوج قوافل طبية، اليوم إن شاء الله بدات واحدة في سيدي بوصبر وواحدة في فنانة، اللي فيها طب عيون، فيها أمراض جلدية، طب العام وعملية الختان. وبالنسبة للمهرجان الجديد اللي فيه هذه المرة، هذه هو نفتح الجامعات ديال دائرة الوحدة اللي هما 6 الجامعات. والمهرجان كنظن غادي في الطريق ديالو الصحيح إن شاء الله، ونتمنى بعض الله خير. في المهرجان زعما الإكراه الأساسي دابا، واللي زعما هو اللي كتبنا عليه المهرجان، هي الإكراه المادي. تقريبا دابا شفتوا المهرجان تبارك الله اللي كت الضيوف ديالو اللي كيفوتوا 55,000 اللي كيجيو المهرجان في الدورة الثالثة. أما دابا عندنا واحد إحصائيات اللي ربما غتفوت يفوت هذا العدد هذا، ولكن الإمكانيات المادية ربما ما الحق ما كتسمحش دار المهرجان بهذا الثقل ديالو، بهذا الحجم ديالو. الفكرة حنا زعما اش نقول لك، بالنسبة للجامعة دولنا أنا وكدائرة وحدة، حنا دائرة وحدة تقريبا عندنا جمع تقريبا كتجمعنا بزاف ديال الامور اللي زعما بحال ودائره وحده، دائره كتسمى تقسيميه وحده. كان بزاف ديال اقتراحات الاخوان من نهار اللي بدينا بان دار مهرجان كبير اللي يجمع واحد 6 جامعات اللي هما دائره الوحده. كان شويه تردد، الامكانيات ضعيفه وكل شيء، ولكن قررنا في الدوره الرابعه بان غادي نخرطوا في الجامعات كاملين. المهم الانشطه كامله هي باش تقريبا الجامعات كلهم يستافدوا من الانشطه. كل جامعه حددنا لواحد النشاط، وكان الدعم ديال الرؤساء ومنهم دابا الرئيس ديال السلاح الشريف هو حاضر معنا، اللي كلهم رحبوا بالفكره. واخا الفكره جات معطله شويه، زعما بالنسبه للاتفاقيه زعما تكون شي اتفاقيه رسميه مع الجامعات كامل، كان الوقت ما كانش كافي، ولكن تا هما انخرطوا زعما ماديا ومعنويا، وكنوجدوا لشي مهرجان اللي يكون كبار بهذا الشيء. هذا تقريبا غير بدايه بالنسبه للجامعات الدائره الوحده. ولكن انا كنقول لك زعما كانت انتقادات قبل، بان كاين في رديف القرار، ما كنتواصلش مع المجتمع المدني ولا مع الفيسبوكيين ديال المنطقه. هذه المره هذه فتحنا دائره الوحده، اي واحد عنده ما يقول في هذا المهرجان مرحبا به. واللي اول مره كنديروا لجان اللي كانت العدد ديالها 14 لجنه، وهذه ما كانت سهله، وفي جميع الجامعات كتسمى 14 لجنه. تقريبا اللجنه التحضيريه راه كان فيها 60 واحد من جميع الجامعات، كلشي انخرط، كلشي عطى الراي ديالو، وكلشي دار يد المساعده في هذا المهرجان. ولا لاحظتوا هذه الدوره هذه ما كانش انتقادات كما الدوره اللي فاتت اللي كنتوا حضرتوا معنا فيها انتمايا، لاش انخرطنا على كلشي، واي حاجه اللي كتهم هذا المهرجان واللي ما صلحش لهذا المهرجان سمعنا لهم، ما كانش مشكل. الاستفاده بالدرجه الاولى هو هذا النشاط التجاري بعدا، الحمد لله كل شيء محرك، كل شيء بايع شاري، ما كاينش زعما مشكل كاع مره. وهذا هو اللي مهم الدرجه الاولى. الحاجه الثانيه، حنا بغينا نعطيو اشاعه للمنطقه، حنا لا ونانا بعدا بالدرجه الاولى اللي ما كانش كيعرفها حتى واحد، اي واحد سولا ونانا ما كيعرفهاش. الحمد لله دابا ونانا كنظن اللي سولتو على ونانا كيعرفها فين جات، وباغا مستقبلا باش نحاولوا نخدموا على مشاريع سياحيه، باش المنطقه ديالنا كنظن فيها مؤهلات كثيره زعما باش تمشي في هذا المجال مزيان. وهذا هو الهدف ديالنا بالدرجه الاولى. ولا لاحظتي السي جلال دابا انت حضرتي في مبدا الدوري ديال كره القدم اقصائيات، تبارك الله واحد النشاط كبير اللي دار في الدائره الوحده كامله وخاصه ونانا. وهذا هو الهدف ديالنا زعما من هادشي. ايوا شوف، بسبب الرؤساء الدائره الوحده كان تجاوب، كان دعم، ولكن راه كنعرف على حسب الامكانيات لكل جماعه. ولكن شوف، غير من عندهم الرغبه باغيين ينخرطوا، ربما كاين شي رؤساء ما كانش الامكانيات ما كتسمح لهمش، ولكن كلشي عنده الحماس باش الدوره
الجاي ان شاء الله غادي يكون انخراط كبير بالنسبه للجامعات، ويكون هذا الشيء زعما في المستوى ان شاء الله. باش نجاوب على هذه النقطه هذه، احنا بالنسبه للجامعات سته زعما مستعدين نخرطوا، وشوف ماديا ومعنويا ربما الدوره هذه جات في واحد الوقيته زعما اللي ما كتسمحش، كاين اللي انخرط ماديا كاين اللي انخرط معنويا، ولكن الدوره الخامسه ان شاء الله كلشي غادي ينخرط لا ماديا ولا معنويا. احنا ماشي كنفكر غير في هذا الشيء هذا، بالنسبه للكره الحديديه احنا اول خطوه عندنا ان شاء الله هو بعد الجامعه ديال الدائره الوحده كلهم يكونوا عندهم انديه ديالهم، راه احنا ما عندناش تغطيه، كاين الانديه في شي جامعه كاين جامعه ما فيهمش، بعد هذه الخطوه الاولى. وكون اكيد احنا الانشطه اللي درنا كامله باغي نزيدوا بها القدام، باغي نزيدوا فيها القدام لا بالنسبه للكره الحديديه ولا بالنسبه للكره القدم. راه عندنا ضيوف شرف في هذا المهرجان ويحضروا معنا ان شاء الله في الافتتاح لناس وازنين في منطقه الصحراء، حضروا معنا بالحضور ديالهم بالحضور الخيمه الصحراويه ديالهم، وغداروا واحد اتفاقيه التوأمه بين جامعه دونانه والجامعه في المنطقه ديال الصحراء. اذا احنا بالنسبه للمنطقه الصحراويه حاضره معنا في الافتتاح ان شاء الله. هذو اللي كاين. اول حاجه كنشكر الاخوان الصحافه كاملين زعما بدون استثناء اللي حضروا معنا وتكافسوا معنا، زعما راه كنعرف باش توصلوا لنا كنسبتين كيجي من الباطن كيجي من حاجه. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم، وحنا زعما غادي نديروا واجهتنا، وانتم غادي تصبروا معنا في الثلاث ايام هذه كتسمى لا كان شي نقص من جهتنا ولا شي حاجه. كنشكر الناس ديال الامن دار الملكيه الوحده المدنيه الدكتور سعيده، كنشكر بعدا الدرجه الاولى السيد العامل ديال الوزان زعما اللي زعما بدا عندنا بواحد الشيء كثير، واول اكبر مساهم عندنا في هذا المهرجان الدوره الرابعه ماديا هي وزاره الداخليه اللي كيمثلها السيد العامل سي الكاتب العام العمل حتى هو حتى هو مساندنا وتليفون يوميا وكيشوف الامور كيفاش غادا. كنشكروا رئيس الدائره ديال الدائره الوحده القائد ديال قياده المجعره، كنشكروا الساكنه ديال جامعه منانا اللي الحقيقه منخرطه معنا ومضحيه معنا زعما كل شيء، وكانت تقريبا نقول لك 90% ديال النجاح ديال المهرجان ديال منانا كان عنده علاقه بالساكنه. لا لاحظتوا ربما حضرتكم مهرجان اخرى وحضرتوا معنا في المهرجان ديالنا في الدورات اللي فاتت، ما كاينش حتى شي حاله ديال الشغب ولا زعما النفيلات الامنيه. كنشكروا الساكنه ديال الجامعه ديال الدائره الوحده كاملين والساكنه ديال الاقليم وزان، وكنشكروا الجميع باش ما ننساش شي واحد. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.